ورجعنا لكم مره تانية على الهواء مباشره ومكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. وضيفتنا النهارده ضيفه مميزه جدا، هي سابت الهندسه عشان حلمها، وحلمها ان هي تكون مصممه ازياء. والجميل بقى في القصه كمان ان هي بدات عملها سنه 2010 وحصلت من شهر بالظبط على المركز الثاني في مسابقه تيفاني اللي بتقام في اسبوع الموضه في باريس او باريس فاشن ويك. واشتركت بمجموعه ازياء اسمها ازياء كليوباترا اللي لقت اعجاب واشاده طبعا من نقدر نقول صانع الموضه بباريس. وده طبعا ان واحده مصريه تروح مسابقه على هامش باريس فاشن ويك دي حاجه كبيره جدا جدا، واحنا مبسوطين قوي قوي. واكيد الواحد بيبقى سعيد قوي لما بيلاقي اسم مصر موجود في حاجات عالميه زي كده. يعني احنا معانا ساره حجازي ومصممه الازياء المصريه اللي فازت زي ما قلت بالمركز الثاني في مسابقه باسبوع الموضه بباريس. صباح الخير يا ساره. صباح النور. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه جدا انا معاكي، ومبروك مره ثانيه على الجائزه. الله يبارك فيك يا حبيبتي، انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده. ميرسي. وهنتكلم اكتر طبعا عن الجائزه وعن الكولكشن بتاعك بتاع كليوباترا، بس خليني اقول هندسه وتصميم ازياء وات هابن، ايه اللي حصل؟ هي تصميم الازياء ما خرجش بره الهندسه طول ما انا في الكليه، يعني كنت برضو برسم بعمل حاجتي بعد ما ترسمي عمارات ومواقع. لا انا كنت كوميونيكيشن اتصالات كملت يعني حاجه صلات. مختلفه تماما عن الرسم، بس كنت بمارس برضو هوايتي ديت، كنت بعمل حاجتي، كنت يعني باخد خبره برضو ماشيه مع الهندسه. بس لما خرجت ما ارتحتش في الشغل قوي في هندسه، ابتديت احس ان انا يعني لا انا عايزه اعمل حاجه، انا عندي طاقه ابداعيه وعايزه بالظبط عايزه اخرج من الشغل ومن روتين الشغل وكده. وابتديت اخد كورسز وقعدت مثلا سنتين بجهز ان انا عايزه اعمل ايه، يعني عايزه اخرج من الموضوع ده بايه، هشتغل عند حد ولا هبقى برسم بس وببيع تصميمات ولا هعمل حاجه لنفسي. طب والبيت كان سبورتنج ليكي؟ كان بيأيدوك يعني؟ ما انا اصل انت هندسه دي من كليات القمه، فانا بنتي مهندسه وفجاه بنتي هتبقى مصممه ازياء، ف يعني هو بعد التخرج بيختلف، بس هم من الاول بيسبورتوا جدا في ان انا حتى الحاجات اللي كنت برسمها في النص كان قد ايه حاسين لا في حاجه لازم تتزائد الهندسه. يعني بص على فكره ساره ايه في باريس فاشن ويك؟ معلش عايزه اشوفها عشان اوريها لكل الساده المشاهدين عشان انا سعيده جدا. الله يا ساره. طيب خليني ارجع مره ثانيه واكلم، انت رحتي درستي في دبي اوكي ودرستي في لندن اوكي، عايزه اعرف بقى الدراسه دي والورك شوبس اللي انت خدتيها اكيد فادتك كتير قوي. ايه انا اصلا عايشه في دبي، يعني اقامتي تقريبا دلوقتي ما بين هنا ما بين هناك يعني، بس هو مقر اقامتي في دبي. خدت الكورسز دي عشان ابتدي الشغل في التصميم، يعني مش هينفع ادخل كده عشان برسم حلو، يعني لازم اعرف الاول ده بزنس عامل ازاي. فخدت الكورسز تبع لندن كوليدج في دبي، كانت كلها انتنسيف كورسز وحاجات في الالستريشن بقى ورسم، وخدت كله وازاي تفتحي البزنس بتاعك في الفاشن وازاي تبقي دراسه شامله زي ما بيقولوا بالظبط. على مدى الهوا كنت بتحكي لي كمان ان المدرسين هناك او الناس اللي كانوا بيدرسوا لكم كانوا ناس اسامي تقيله يعني في عالم الفاشن، يعني صح؟ اسامي تقيله والاكسبيرينس بتاعتهم تقيله جدا، يعني اكسبيرينس كانوا بيشتغلوا في البراندز الكبيره قوي شانيل وديور، يعني الناس ديت اشتغلت كونسلتنت هناك. فان انت تاخدي مستشاري بيشتغل في حاجه زي كده ده اكيد بيعلمك، هو حتى لو مده قصيره بيعلمك ازاي تبقي طبعا في المستوى ده. يعني الانتنسيف كورسز كمان بيبقى ليها وضع مختلف. دي شهاده بتاعت ساره؟ لا دي ايه ساره؟ بصي هو انا رحت هناك في باريس، رحت الفيدريشن اللي هي المكان اللي بيعمل باريس فاشن ويك اللي هي منظمه الكاتير العالميه في باريس، رحت لهم عشان اعزمهم على الشو بتاعي، وفي نفس الوقت اقدم ورقي هناك على اساس ان انا نفسي ان انا اعمله بقى within يعني within the brands بقى الكيرة. واو. فحرمتش نفسي ان انا اروح اعزمهم. طب انا فعلا عايز اعرف الموضوع حصل ازاي، يعني مسابقه تيفاني دي ايه هي؟ وانت اتقدمت لها ازاي وحصل الكونتاكت ما بينك وما بين باريس فاشن ويك؟ عايزين نقول بس هو باريس فاشن ويك بيبقى مش مسابقه بس نقدر نقول ان هو اسبوع الموضه، وبيتعمل في باريس وبيتعمل في لندن وبيتعمل في ميلانو، بيتعمل في حتت كتير جدا في العالم، بس مسابقه تيفاني كانت زي ما نقول كده على هامش باريس فاشن ويك صح؟ بالظبط. طب احكي لي بقى تيفاني دي كانت ايه؟ هي بدات طبعا اول ما رحت خرجت بره دبي ومصر قلت رحت لندن، بعدها قلت الديستنيشن الاخراني هيبقى باريس، بس ما فكرتش ان هو جاي بسرعه. انا بس الاول عملت بعمل طبعا ريسيرشنج بتاعي، يعني في تشالنج في الاول انت عايزه تروحي ده وعايزه تعملي ده،
بتريسيرشي بقى ايه اللي هيوصلك هناك. في طبعا برايفت شوز ممكن تعمليها، حاجات برضو على هامش الاسبوع بس تبقى على حسابك على نفقتك الخاصه. في وسط الريسيرشنج ده اللي هو تقريبا 3 4 شهور كده لقيت تيفاني وتعرفت عليها، وهي صاحبه براند هناك وبتعمل مسابقه ديت سنويا يعني او سيزونال مع باريس فاشن ويك. هي الاول طبعا رحبت جدا، هي مسابقه اليونج ديزاينرز هنا اللي هو يعني ديزاينرز على مستوى العالم. احنا كان معانا، احنا كنا 15 ديزاينر من بلاد مختلفه، من فرنسا ومن نيويورك ومن من ولايات كتير قوي في يو اس اي. كان في 5 ديزاينر من يو اس اي بيحاولوا، كان بالظبط في 4 من باريس، كان في حد من نيجيريا، كان في حد من بوليفيا وده اللي كسب الجائزه الاولى. بوليفيا بوليفيان ولد شاطر جدا يعني. فلا كانت كلها شامله بقى الانترناشنال ديزاينرز، وبيتحسب قد ايه الاودينس كانوا بيتفاعلوا جدا مع الشو، بيتحسب بقى مراكز الثلاثه الاولى يعني. اوكي، انت حضرتي بقى ازاي للشو ده او بتصميمك عشان ده الكليوباترا صح؟ بالظبط، هو الكولكشن ده بحضر فيه بقالي سنه، وحتى كنت بعمل كولكشن جديد للسيزون اللي بعده، هم قالوا لي لا احنا عايزين كليوباترا. ده لما شافوا الهيستوري قلت لهم انا لسه ما طلعش يعني خالص، بس قالوا لا احنا عايزين، وانت ميدل ايسترن وجايه من مصر يعني لازم يطلع كليوباترا. فهو كمان كان من اكتر الكولكشنز اللي عامله فيها قطع كتيره، انا بعمل دايما من 10 لحد 15، ده كان 20 بيسز، وكان في كمان شوف الاخر كده كوين كليوباترا ومعاها 2 كوين رانرز كده بيدخلوا هنشوفهم برضو في الصور. فكان بالنسبه لهم يعني حاجه دريمي جدا. طبعا طبعا الحاجات دي اصل ده تاريخنا يعني، فهم بالنسبه لهم انك تبقى حاجه مستوحاه يعني. تالي معظم الديزاينرز لما بيجوا بقرا مثلا عن لما بيجي يستوحي ازياءه من حاجه معينه بلد سافرها او حاجه هي جوت انسبايرد بيها او شغلته يعني الهامه بقى. صح الالهام. طيب تعالي نبص على الصور وبعد كده نتكلم اكتر عن كليوباترا. شوفي بقى ايه اللي بيحصل ده باك ستيج، احنا واحنا بنجهز وبنلبس المودلز. انت عرضتي كام فستان ده؟ عرضنا هناك 8. 8؟ هم من اصل 20 واحد. انت بتعملي ويدنج دريسز، فستان افراح وايفنينج جاونز اللي هي السواريهات. هو كله كشغل رات كتير يعني. واو. هو ده الكوين رانر اللي هي اللي قبل الكوين، هي بتبقى بمثابه الكوين نفسها، بتدخل برده بوصفات وكده، بس احنا كان هي داخله معاها ترين كده 3 متر كله متطرز. والفابريك بقى والماتيريال اللي استعملتيه للفساتين كان ايه يا فاروق؟ كان اتقل حاجه ممكن تخدم الفكره بتاعت تقل الشغل بتاعك لفترة. ده كل المودلز بقى؟ ده مش كلهم، جزء منهم بس برضه باك ستيج مع الستايلست والاسيستنت. اوكي. والستايلست من يو اس اي حتى من امريكا. هم بصي الشغل هم كانوا موهومين بان حد من ميدل ايست جاي لهم وكمان شغله كده وكمان مصري وكمان كليوباترا، كانوا كام حاجه في بعض كده عملوا كولكشن حلو معاهم يعني. ف استخدمتي جولري كمان انت كنت بتقولي؟ ما هي كريستالز كلها سبونسرد من احسن من شركه مصر للكريستال يعني. وما عرفت عليهم الفكره، كانوا مرحبين جدا صحيح؟ اولا قصدك المسابقه يعني ولا لا هنا في مصر؟ ما عرفت انك تاخدي كريستال من عندهم. طبعا انا الكلام ده من سنه بنتفق، ولما شافوا كمان الكولكشن وبدانا، احنا بدانا بتو بيسز سفرناهم هونج كونج في معرض ليهم وبرده لقوا نجاح كبير جدا. هو اصلا معرض جولري يعني وكريستال، فلما لقوا الدريسز كمان بتمثل الكوين وكده انبهروا بيها جدا. هو ده اللي كان قبل باريس يعني على طول. اوكي. دي احنا في اول في الران واي، على الران واي دلوقتي اول دريس. انا انسبايرد طبعا باللوتس، انسبايرد بالفكرة ان انا قريت عن كليوباترا كتابين عشان خاطر افهم هي كانت عايشه في ايه. أوكي. مش بس الشخصيه، انا عايزه اعرف المكان اللي كان حواليها كان وصفه عامل ازاي. واو، عشان كده اتاثرت باللوتس كمان. بالظبط. وبس وكمان ان هي كانت في القصور بتاعتها كانت ممرات كبيره جدا واوض كتيره جدا، ويعني هي كانت رويالي قوي واحده. بالظبط. لو هي كمان كان عندها يعني في حته كده كانت شخصيتها انها اللي هو محدش هيغلبني انا يعني، مش قوية. بس انها كوين، هي باور جدا. بالظبط. احنا ممكن نشوف الصوره اللي بعديها بعد اذن. اوكي. واخدين الكولا المصري اللي هي الملونه الفرعوني بتاعتنا. احنا واخدين كليوباترا برضو از ايكون في الاول خالص اختيارها عشان هي معروفه اكتر بره عالميا،
من نيفرسيتي مثلا من حتشبسوت، يعني العالم بره عارف كليوباترا قوي. ممكن عشان اتعمل الفيلم وكان ده كله، بس نيفرسيتي وهي لا هي نيفرسيتي اجمل واحده. ايوه بالظبط. لا بالنسبه ما كانتش حلوه. المين كليوباترا يعني جمال عادي؟ لا كانت شخصيه قوية. ملهمه جدا بالظبط، وكانت اتراكتف جدا يعني كانت اتراكتف بالنسبه، وطبعا هي حلمها يعني كان حاجه رهيبه، مش رويالينج مصر العالم. كانت يعني باورفول جدا يعني. الصوره اللي بعدين احمد ده حورس، بس هو مش باين شايفه الصور كريستالز. حورس هنا، حورس بالظبط على الصدر. اوكي. بصي هو الحاجات هتلاقيها على قد ما في فابريك ممكن تكون ناعمه شويه، على قد ما الديزاين هيكون تاف شويه. اوكي. باورفل شويه، فهتلاقي ده حورس مثلا مع فابريك ساتن شويه ناعمه. لازم كنت ادخل مع الفيمينانتي مع الباورفل، هي دي كليوباترا يعني، هي دي كانوا الاثنين مع بعض. حلو قوي. فكان الشغل كله حلو جدا. لازم يكون اللي بعد فليز. احنا رويال بلو كان من علامات برضو الالوان بتاعه كليوباترا. احنا الواننا حاده جدا، وعارفه اللي هو يعني مش بتدخلي في درجات الالوان قد ما تاخدي البيزكس بتاعت مش الوان رومانسيه. مش قوي. لا هي ما كانتش قوي كده يعني، كانت بتدوس على نفسها قوي عشان على الرومانسيه بتاعتها، عشان حلمها، عشان هدفها. اللي بعده احمد وريد برضو. طبعا فاير خالص. طبعا يس. اوكي. طب عايز اعرف كمان ايه المميزات اللي انت شايفه ان هم بيقدموها لليونج ديزاينرز او مش هنعرف نكمل النهارده لو قلت لك كلهم. بصي المودلز دول في منهم لسه فيرست تايم ران واي. اوكي. مع انهم كانوا باك ستيج منظمين جدا، شطار جدا، قد ايه هيلبفول، قد ايه بيعرفوا يفهموا الدرس. يعني هي بتلبس الدرس من قبلها بشويه قبل ما تطلع رانوي عشان تبتدي تفهم فين قوه الجزء اللي في الدرس ده لازم يطلع. فموديلنج ده فن برضو يعني، على قد تحس بيه وتعرف الاكسبريشن بتاعك. وبعدين هم هناك كانوا بيعملوا لنا ده برضو، احنا كنا بنتكلم مع الموديل قبل ما نطلع الشو، بنتكلم معاهم مثلا 4 مينتس كده 3 مينتس، بنتكلم على الانسبيريشن بتاعنا از ديزاينر يعني، وانا عايزه ايه من الكولكشن ده، والكولكشن ده بيمثل ايه، وانت ايه دلوقتي يعني. از انا بعرف الموديل انت طالعه بتمثلي ايه دلوقتي، وبتحكي لها قصه، وعشان بالظبط بدلها الانسبيريشن قوي، بوصلها لها عشان هي تطلع تعرضها لي يعني. صحيح. هي طالعه كانها هتعمل اللوحه دلوقتي. صحيح. فلازم الناس تحس اللي انت بترسميه. اوكي. معانا صور ده الكوين رانر اللي هو الدرس بتاع ده، واحد من اللي راحوا هونج كونج، والكوين راح برضه هونج كونج قبلها. معانا صور تانية احمد. ده الدخلة بقى الانترنس بتاعت الكوين. هو ده بلاك درس. برافو. والله برافو. مع اني انا مش بايده قوي في ال بس واضح ان هو لايق على سيم. هو لازم انت لازم تطلع هي الماتش باورفل يعني، اكتر واحده ممكن تطلع ران واي تشد الحضور جامد. الترين بتاعها بقى اللي هي كان الكوين رانر شايلينه، هو نصين كده زي جناحين للحورس وكله كريستلايز. عايزه اقول لك ان هو تشرير وحده 20 كيلو يعني، هو كان عشان كده صعب اصلا ان هي تدخل، لازم كمان ياثر على مشيتها ان هي تمشي بالراحه جدا. على قد ما ان هي شيز كوين، شيز يعني هي عارفه اللي هو الارض هي اللي شايلاها، هي بتتحرك بيها مش هي اللي بتمشي. حلو جدا. ده بقى في الاخر خالص، ده في في الرولا بتاعت الران واي بقى خلاص. هم هي طب كلميني عنك باك ستيج بقى يعني بقى. احلى خبره شفتها في باريس. بصي انا عرضت في دبي، عرضت في ابو ظبي، عرضت في مصر، وعرضت في لندن، وكان اخر واحد باريس. مش ممكن. انا كنت مبسوطه جدا في الباك ستيج. الباك ستيج دايما مرهق، دايما متعب. طبعا. دايما طبعا. انت عندك راش تايم بسرعه جدا، ومفيش ودقايق. انا كنت مرتاحه جدا، احنا كنا بنصور اللي احنا عايزينه. هل عشان كان حواليكي نقدر نقول بروفيشنالز طبعا كانوا مساعدينك، ما كنتيش حاسه بالضغط النفسي؟ هو طبعا زي ما انت قلتي الباك ستيج الناس ما تعرفش عنه، بس الفكره نفسها هو بريشر فظيع وضغط، بس هو فن في نفس الوقت بالظبط، او ممتع. بس انت عشان بروفيشنال الناس اللي حواليكي. طب اوكي، كنت حاسه انك هتاخدي جايزه يا سارة؟ ما كانش في دماغي قوي. أوكي. يعني كنت حابه قوي ان انا اروح باريس واعرض في باريس، ودي بالنسبه لي طبعا كان اول حلم.
تاني حاجه ان انا حضرت باريس فاشن ويك. ايوه وانا في الشارع بس عايزه اخش اي حاجه صعب جدا والله. لا فيعني كان بالنسبه لي الرحله نفسها اصلا مكسب، يعني الرحله نفسها ازن كمان في الريجيم بتاعت الديزاينر وفي الشغل بتاعي انا حاسه ان هو ان هم يحطوكي مع الانترناشنال ديزاينرز دول وان انت تبقي في اللاين ده، ده في حد ذاته بالنسبه لي كان الجايز فيفرت مومنت بقى ذات مومنت. بصي والله هي بتبقى انا ما اعرفش ليه كل مره بقى يعني حسيتي ايه قصير جدا وزونتي يعني اصل دي لحظه الديزاين بقى بس اللي بحاول اخده منها بشوف رد فعل الاودينس بيبقوا عاملين ازاي، بشوفهم مبسوطين. رد فعلي كان ايه فعلا يا ساره؟ كانوا مبسوطين جدا لدرجه يعني انا مش قادره اقول لك، يعني انا خدت شويه كوتس من هناك من الناس. في حتى واحد من البزنس مان ايراني قابلني بعدها بعد الرانواي وقال لي انا على فكره زرت كل حته في مصر بس انت خليتيني ادمع، انا شفت حاجه يعني شفت حاجه مودرن وحاجه انشنت في بعض، حسيت ان يعني حسيت قدامي تاريخ مع حاجه جديده، مع ان انا مبسوطه ان موهبه مصريه رايحه باريس وبشوفها في باريس. هو طبعا كان بيحضر برضو في فاشن شو تانية، يعني دي لحظه التست ان هم بناخد بعد الشو بيصورونا مع الفريد كاربت يعني مع الدريسز بتاعتنا وبيعلنوا فيها الجائزه الثانيه وكده. فانا طبعا يعني فهمت في الصوره شويه هو انا يا جماعه خدت جايزه انا معقول كسبت يعني انتوا بتتكلموا بجد؟ ده اللوك بوك بقى التصوير بتاعه بتاع الكولكشن احنا عملناه في اسوان يعني حاجه كده تبقى الكولكشن اللي كنت طالعه بيه باريس فاشن. اوكي كنت مصوره قبل ما نطلع باريس وكان المكان وهم يعني اكيد رهيب واديكي كل ال كل الهات بيس اللي هي لابساها على راسها دي ايه؟ لا ده ميك اب. ده ميك اب؟ واو انا شايف الصوره قوي. ميك اب وهير دريسر يعني الاثنين اشتغلوا عليها. اوكي بحيث انها تبقى ذات ماتش باور يعني شوفي حتى هي نفس الموديل كمان كنا الستايلست كان شغال على ان هي لازم تدي لها الروح بتاعه ان هي شيز كوين، يعني كل بيس من دول بتبريزنت جزء من كوين كليوباترا، فهي حتى وقفتها البوزز بتاعتها. فكره فعلا ان الشغل ما بين الستايلست والديزاينر اون سيت بالذات او لما تيجوا تصوروا حاجه مع بعض بيتم التعامل ما بينكم مع بعض ازاي؟ لان انت اللي المفروض بتقدمي كل حاجه فبيتم التعامل بين بصي اللون كمان تحفه جدا فبيتم التعامل بينكم ازاي؟ بصي هو كان الاول صراحه انا اخترت فوتوغرافر لان هي يعني شيز موست تالنتد فوتوغرافر في مصر بالنسبه لي شطوره جدا وهي اللي اختارت التيم ده بتشتغل معايا معظم الشغل. انا تقريبا يعني مش عايزه اقول احسن تصوير الفوتوغرافر باتول يعني طبعا باتول هايله معروفه طبعا هايله. الحاجه الثانيه التيم بتاعها شطار جدا بيشتغلوا معاكي على الانسبريشن بتاعك مش بس ان بيعملوا اون سبوت اللي هم شايفينه يلاقي وخلاص، لا احنا اشتغلنا شويه قعدنا كام ميتنج عشان نعرف هنعمل ايه وكده، كل واحد فيهم فكر بدماغه في الكولكشن از ان هو كمان هيعمل يعني سيميلر كولكشن ليه، يعني الميك اب ارتست بتعمل كان هو الكليوباترا تيم يعني بالظبط. فالصراحه بيت عجبني اللي انت بتقوله بالظبط بالظبط. والدريسز طبعا لما بيشوفوها بياخدوا الروح ديت بيبتدوا يفكروا فيها. احنا عندنا يومين تصوير عايزه اقول لك احنا نمنا فيهم مثلا 3 4 ساعات كده اكيد ايوه طبعا، لكن لان احنا كنا عايزين نطلع كل حاجه ونطلع والدريسز كانت كتيره طبعا الاماكن احنا عندنا مثلا يوم مع ان احنا مختارين اماكن معينه احنا يوم محتارين طب نصور هنا ولا هنا ولا هنا مكان كان حلو جدا حلو قوي اختيار المكان ان احنا نختار اسوان نصور اللوك بوك بمثل لوك بوكس هو في وقتها هناك طبعا بس يعني المكان ده الترين اللي كانت لابسه الكوين رانر على الرانوي طبعا يعني بيديكي بس هي الصوره كده بس خلاص شكرا الباك جراوند بتاع الكوين بس ده الفستان بتاع الكوين بس من غير الترين طبعا. هو الترين ما ينفعش يتلبس حد يقف بيه يشيله يعني هو تقيل جدا لازم حد يكون ده واي انت اخترتي الفابريكس ما بسالك على الفابريكس او الماتيريال اللي استعملتيه قلت لي الحاجات كانت تقيله قوي كانت شانتونج معظمها شانتونج التقيل شويه فابريك زي الكفته شويه بس هي حاجه جديده شويه مصنعه كده في طبعا شيفونز وفي تول وفي كل ده بس هو
انر مش طالع قوي هو الفيسنج، لان هو انا عايزة اخد الشيفون والحاجات الناعمة ديت. هي كليوباترا كانت انثى جميلة جدا جدا الاغراء يعني، بس في نفس الوقت شيز يعني هي بتطلع الباور بتاعتها قبل الفيمينانسي. صح، فهو ده اللي كنا مركزين عليه في الكولكشن. يعني ده شكل طبعا باين اكتر هنا حورس من حلو قوي. اي لاف ات بصراحه، اتس ماي فيفرت. حلو جدا جدا جدا، ومعمول فيه كمان ايفن الكريستلز والحاجات دي كلها. حتى دول كلهم مختارينهم اصلا معمولين يعني، حتى في الشركه احنا متفقين على الديزاينز. احنا عندنا شهرين مثلا بنعمل ديزاين للحاجات اللي هنختارها والوانهم وقد ايه عددهم وقد ايه يعني. انا بقول لك وقعت سنه يعني الكولكشن ده في المايه. اه برافو برافو. ما كنتش خايف على الفستان؟ لا والله خالص، بالعكس يعني. انا بصي الكوستكس كانت مساعدانا كمان جدا والحمد لله. جراش وكريستلز كواليتي بتاعتها تحفه، ما جراش اي حاجه. لا عشان انا دلوقتي عماله مساعده كمان من تقولي وبتحكي لي على كليوباترا وقد ايه ان فكره الاصول اللي كانت عايشه فيها وان هي بتمشي ككوين كل الكلام ده باين في الفوتوشوت. بالظبط بالظبط. ده بقى البروفيشناليتي بتاعت التيم اللي كان معاكي الصراحه يعني كلهم. ترى حلمك ايه؟ نفسك تعملي ايه تاني يعني بعد فايس فاشن ويك؟ مش هقول لك ايه بس يعني. ودي ايفر مايند. فكرت ازيك بالظبط كده. طب بعدين هروح فين تاني؟ لا انا ان شاء الله يعني اي ويل نوت مس فايس. كل سنه هشارك معاهم وانا بعتبر نفسي ستيل جونيور طالما لسه بروح فارس ومش من الباريزيان براند الكبيره اللي بتروح لها برايفت فاشن شو كده يتعمل من الكوتور فيدريشن يعني. ان شاء الله معاهم في كل سيزون. وفي نفس الوقت انا نفسي الحلم الابعد شويه، نفسي الاندستري ما تبقاش ان احنا كومبيتيتورز، احنا كلنا تيم ورك يعني. انا ده اللي شفته هناك وده اللي اتعلمته برضو من دبي من ديزاينرز دبي، قد ايه تيم ورك بيشتغل بيطلع الاندستري. بيبقى عندك فن، انت بتشتغلي على توتال الفن مش بس كده. فان شاء الله يعني بطمح ان انا يكون عندي تيم اوف ديزاينرز تحتيه ويبقى البراند حاجه عالميه وممكن يبقى ديبارتمنتس ثانيه غير الكوتور. طبعا طبعا يعني مانس فاشن بقى وندخل كيد فاشن كل حاجه. اه واو، انت كمان عايزه يعني مش مجرد بس امباير بقى. امباير. اه طب حلو، ده حلم كبير حلو. و بس انا انت دلوقتي هو الايفنينج جاونز والفساتين السهره والويدنج. بالظبط كده، وكاستم ميد يعني. وكاستم ميد لكل واحد لما يعني. الامباير بقى نفسها انت عايزه يبقى تعملي كمان لبس رجالي وتعملي لبس اطفال واو. ايه المشكله؟ لا خالص مفيش مشكله، بالعكس انا عماله بالعكس. لا انا بقول لنفسي. ايوه لا بالعكس. فكره انك تروحي باريس فاشن ويك ورحتي قبل كده فاشن ويك ثانيه، ف واي نوت؟ طبعا حلو حلو وجميل. ده الفيديو صح؟ اه جزء من الران واي. ده لوتس صح؟ ده لوتس بالظبط. بلت لوتس والدريس ده 3 بيسز يعتبر يعني، البلت والبارت اللي في الجنب وفي انر سول كده حاجه من بتبان لما هي بتتحرك لونها تركواز قد ايه ناعمه كانت في الدرس اللي قبله برضو.